عايز بس اقول حاجه بالنسبه للاسئله اللي اتسالت لي بالاهلي والزمالك. يعني هو طبعا ناديين زي بعض، الاثنين عندهم جمهور قوي جدا وجمهور عظيم جدا، بس انا يعني انا لما كنت بعمل اي حاجه في النادي الاهلي ما باخدش حقي. اما جيت نادي الزمالك اي باص مش هدف بتاخده حقي. فبدات ارتاح هنا قوي 10 سنين متكامله. طيب قالوا النادي الاهلي ولا نادي الزمالك؟ الاثنين في الوطن العربي كبار جدا. بس انا عايز اقول حته بس عن نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك اما النادي الاهلي ما مشى احمد حسن، نادي الزمالك استقبله. اما النادي الاهلي مشى حسام ابراهيم، نادي الزمالك استقبله. اما مشى زكريا ناصف وايمن شوقي وعبد الجليل، نادي الزمالك استقبلهم ورحب بيهم. صح. فنادي الزمالك يعني عايز اقول لك ان هو حنين جدا مع اللعيبه، حنين جدا مع الناس. يعني انا لما جيت اتصابت طردت في نادي الزمالك اي حد بيتصاب. انت شفت الولد اللي 2003 اللي اسمه، حد يفكرني ب 2003 اللي لعب ودلوقتي مع منتخب الناشئين الديفندر، حد من ماجد هاني؟ ماجد هاني. اي خدمه. ده كان 2003 وكان عنده 16 سنه يا كابتن. ماجد هاني علي. جاله اصابه لازم المانيا. لعب 16 سنه. عبدالله؟ متى؟ لا انا بتكلم على ماجد هاني الاول. ماجد هاني 16 سنه جاله اصابه جامده جدا ولازم يروح المانيا. ممكن تتعمل في مصر. مستشار مرتضى منصور وامير مرتضى قالوا يسافر يعمل عمليه. 16 سنه يا كابتن. وانا على ايدك انت ما تدفعليش العلاج اللي انا تعورت فيه، كنت هداف الفرقه. ما هو ده ابنك. وانا على ايدك انت. الولاء والانتماء بيجي منين اللي احنا بنتكلم عليه؟ الولد راح اتعالج في المانيا ورجع دلوقتي منتخب الناشئين ومكسب منتخب الناشئين ولعب فريق اول كمان. ده غير بقى عبد الله. ماجد ايه بقى؟ ماجد كمان تكمله لدور مجلس الاداره ودور المستشار مرتضى واهتمامه بالناشئين. ماجد هاني اللي حضرتك بتتكلم عليه ده كابتن جمال كان موجود في قناه نادي الزمالك من يومين. شوف هو مهتم وبيتابع وبيطلعوا حتى في القناه. يا كابتن بص ده بس لما بيقولوا لي الفرق بقول هنا انا لقيت حنيه ولقيت حب ولقيت ناس بتقف جنبي عشان كده اخلصت ووصلت. طيب ممكن اعمل ولسه ما رديتش. ممكن اعمل تايم اوت في الحته دي؟ ولسه ما رديتش يا كابتن مصطفى. ربع جميل نادي الزمالك عليا. ممكن اعمل تايم اوت؟ اتفضل يا كابتن. لما تلعب وانت تحت 18 سنه في وسط العمالقه دول، ده مش حقك؟ بصراحه حقي. يبقى ازاي النادي ما ادكش حقك؟ لا ده بالعكس في فرق. كمل. انا بلعب كويس والهيدوكوتي زي ما انت قلت ينقيني. انا معترض. بعكس الناس التانية اللي مشيتني. زي ما انت ما قلت انا وقفت جنبك ونزلتك من الدرجه الثانيه ولا الثالثه، طلعتك في اوضه لوحدك وبتاع والكلام ده. ده دورك يا كابتن فريق. لكن انت خدت حقك لما تبقى تحت 18 سنه في وسط العمالقه دي وتلعب في وسطنا. انت لاعب اهلي وزمالك. لا يا كابتن خدش حقي، لان انا كنت جايب جول في الزمالك انا ومصطفى عبده وتكتب العنوان الاهلي بدون كذا كسب الزمالك. ما قالش مين اللي جاب الاهداف. سيبك من الاعلام. تخيل النادي الاهلي مش زمالك واهلي اللي هو بيعلي اللعيب. انا جايب جول في اول دقيقتين ومصطفى عبده جايب جول بعديه، طلعنا كل الجرايد كتبت الاهلي بدون فلان كسب الزمالك. ايه ده؟ ما فلان ده مش قليل. ايه ده؟ واحنا فين اللي جمال جمال جمال. انما في الزمالك بقى جمال عبد الحميد. اه طبعا جمال عبد الحميد. جمال طبعا. بس بس ده رقم 14. بقى رقم بص انا مختلف مميزة. لكن هذا البني ادم اللي انت بتتكلم عليه هو الخطيب. احنا نفسنا واحنا لعيبه، ده كلمه للتاريخ، لما ما بيبقاش موجود يبقى بنقصنا حاجه، واحنا كل واحد فينا فرقه، لكن وجوده مؤثر جدا 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 بفرقه. ان انا اكسب الزمالك من غير الخطيب ده انجاز. طب اديني حقنا. اديني حقي. ما انا بقول